نتكلم على عمق سكواد الزمالك، وبقى في عمق عند سكواد الزمالك بنسبه كبيره يعني، او خلينا نقول ان في يعني بعض اللاعبين خلاص هتغطي بعض المراكز. واتكلمنا برضه على الخطه، وانت وعمر حاجه كان ليك وجهتين نظر، انا شايف ان هم يعني اقرب للواقع يعني، اللي عمر قاله واللي انت كمان قلته، شايف ان الوجهتين قريبين جدا من ان هو ده الشغل اللي هيشتغله فيريرا مع نادي الزمالك. هل شايف يا اسلام ان قله فتره الاستعداد او الضيق فتره الاستعداد، انت دايما موسم متلاحم، ده بيأثر على يعني التفكير بتاع المدير الفني؟ يعني ده ممكن يكون مؤثر او مؤشر لرحيل مدير فني مثلا، ما لحقش يشتغل يعني مع الفرقه، ما لحقش يطبق افكاره، ما لحقش يعمل حاجه. بس لا يعني او اكيد ده بيأثر مليون في الميه، بس احنا كنا فين وبقينا فين يا راجل؟ ده احنا عندنا اجازه شهر وراحه سلبيه ولا لا، يمكن السنه دي استثنائي يعني، يعني الحمد لله يا رب السنه الجايه تبقى احسن، ان احنا نرجع نظبط نفسينا على المواعيد الطبيعيه. المفروض 30/6 ان شاء الله نخلص 30/6 يعني، 30/6 ده انجاز يعني، 30/6 ده يبقى يعني تحفه، خاصه ان يعني انت عندك توقفات دوليه في شهر، هو دي توقف دولي في شهر 3، وفي في النص كاس عالم، كاس عالم وقصه، والموضوع طويل. بس فكره ان انت النهارده بتوصل ان الانديه المصريه اللعيبه اخذت اجازه والاجهزه الفنيه، بعدين بترجع تعمل فتره اعداد وده وماتشات، دي قصه احنا ما عشناش الظروف دي بقالنا 4 سنين. فالفرق المصريه كلها محظوظه دلوقتي. فيريرا يعني ممكن يكون وقت الزمالك ضيق، ان خلص الدوري طلع لعب ماتش سوبر لوسيل، وبعدين عنده ال 64، ودي نقطه مهمه كانه برده الانديه الكبيره يعني. انا بصراحه بشوف ان ما ينفعش الزمالك يلعب 64، هو ما بيلعبش بناء على نتائجه الاخيره. الانديه الكبيره بتاعتنا دي لازم دايما تبقى انت عارف ومركز ان التصنيف بيفرق معاك والمكسب بيفرق معاك، لان الزمالك كان في حل ان هو يلعب دور ال 64 يعني طبعا. الحقيقه يعني ان يعني وخلي بالك ممكن كان في جهات اوقات يستثني بعض الانديه، مش طبيعي ولا الزمالك يلعب 64 ولا الاهلي يلعب 64 ولا بيراميدز فيوتشر اول مشاركه طبعا، ده طبيعي جدا يعني. ولكن الزمالك النهارده بسبب نتائجه اخر سنتين بيضطر يلعب في دور ال 64، وبيسافر تشاد وبيرجع من تشاد وبتاع، بتاخد منه وقت. ولكن ممكن يكون الايجابيه في الموضوع ان انت بتلعب قدام فريق ضعيف ماتش رسمي بصبغه جديه زي ما عمر قال، فبتجرب وباللعيبه بتاخد احساس الملعب اكتر والفتنس الحاجات دي ممكن تكون مفيده جدا. لكن في المجمل الطبيعي ان احنا مع بدايه الدوري، مع بدايه الفرق المصريه في المشاركات الافريقيه، احنا عندنا في الاسبوع الاول من اكتوبر كل فرقنا عندها ماتشات ال 32، فان شاء الله تكون وصلت لمعدلات لياقه كويسه. الاهلي بيلعب ماتشات وديه، بيراميدز عامل معسكر، الزمالك بيشتغل وفيتشر نفس القصه. فطبيعي طول ما انت عندك فتره اعداد، مدرب هيشتغل على اللعيبه، هيبني الفكر اللي هيشتغل عليه طول الموسم، هيحط حمل بدني محترم، هيبقى عارف احتياجاته ايه، عارف السيناريوهات بتاعتي ايه. فطبيعي طول ما انت عندك فتره طبيعيه، الطبيعي ان انت تشوف السيزون انت بادئ كويس جدا وواقف على رجليك واللعيبه حافظه وشغاله. فيعني دي ميزه كبيره جدا احنا ما عشناهاش في الكره المصريه للاسف بقالنا سنين يعني.